مخرج كبير قدم للسينما العربية 6 أفلام ضمن أفضل 100 فيلم عربي، كما قدم أيضا للسينما المصرية 3 أفلام ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري. استطاع عبر أعماله المختلفة حفر علامات فارقة في تاريخ السينما، مثل أفلام شيء من الخوف، ثرثرة فوق النيل، حبيبي دائما. إنه المخرج الراحل حسين كمال الذي يوافق اليوم ذكرى ميلاده.